Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Je suis Carole, bien sûr, votre prof de français. Surtout, vous comprenez que je parle de mais je parle français. Bravo, parce que vous êtes très chatrine, vous êtes très bien toutes les émissions, et vous écrivez aussi les mots. Et nous, je veux vous dire une chose, quand on apprend la langue, on veut aussi nous connecter avec les autres, pour nous connecter aussi. C'est-à-dire, si vous avez des frères petits ou des amis, vous pouvez vous réunir dans la maison et jouer ensemble. الجمل يلي أنا بقول فيها بونجور vous allez bien moi ça va très bien je m'appelle Carole j'aime le français وبهالطريقة كتير بتقوى لغتكم وشوي شوي أنا بوعدكم أصدقائي رح تصيروا كتير شاطرين بالحلقة الماضية نحنا بلشنا نتعلم دي سون يعني دي فونيم يعني أصوات لأنه لي لتر دو الألفابي أنتم صرتوا تعرفوها كتير منيح الأصوات يلي أول صوت سمعناه بالحلقة الماضية هو أن تتذكروا كتبنا ان ان كتبنا كثير كلمات مثل بلان ابيض مثل انج ان انج فاكرين ملاك وكثير غيرها من الكلمات اما بهيدي الحلقه كمان رح نشوف انه فينا نكتب ان بطريقه ثانيه نكتب هالمره ام ام كمان تعطينا لو سون ان بس اكيد فيها شوي صعوبه لانه في دائما شروط لنكتب ام وبهيدي الحلقه رح نتعلمها بدي كثير تركزوا لانه اللي رح تتعلموه شيء كثير مهم من هيك شايفين كلكم اكيد عم تتساءلوا ليش معي بايدي لمبه لمبه بالعربي بالفرنسي من الا لامب شايفين تشبهها كمان لامب لامب كلمه نسمع فيها ان بس ما بنكتب ان بنكتب ام عم تتساءلوا ليه؟ بهيدي الحلقة رح جاوبكم، بدكم تنطروني لأنه من بعد الألفابي فرنسي رح جاوبكم على هيدا السؤال، خلونا نسمع كلنا سوا الألفابي فرنسي. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui! Les connais-tu? Avion, B, bateau, C, cochon, D comme D, E, éléphant, F comme fleur, G, girafe, H, hibou, I comme île, J comme jus, K, kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O, orange, P comme pomme, Q comme 4, R, radis, S, serpent, T, tortue, U, univers, V, vélo, W, wagon, X, Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. On est de retour, mes amis. Cette fois, on va écrire le son en. Mais nous avons dit dans la fin de la fin, en est écrit en AM. وعدكم انه اكتب لكم ام وعلمكم ليش مرات بنكتب ان ومرات بنكتب ام شوفوا انا بالبدايه رح اذكركم بكلمات تعلمناها تتضمن لو سون ان ان تذكروا ا ان ان مثلا مين بده يعطيني كلمات اعلى اعلى برافو بلان بلان يعني أبيض كمان كلمة أن أنج تري بيان بدي كلمة ثالثة مين بيتذكر؟ أن بان برافو بان يعني مقعد تري بيان وكتار من الكلمات يمكن موجودة كمان على الدفتر قدامكم بس اليوم بحلقتنا عم نتعلم عن ان ام شوفوا الام ام بكتبوا بكلمه لامب رح اكتب اون لامب اون لامب لامب يعني لمبه يلي حملتها ببدايه الحلقه لامب كتار منكم
عم بيقولوا طيب ليش كتبنا ان ما كتبنا ان؟ لانه في من بعدها حرف البي. ان فرنسي في حرفين بي والبي. بي والبي هول الحرفين اذا وجدوا من بعد الان ما بكتب ان بكتب ام. هيني محعيد لا لتر بي اي لا لتر بي. كل مره بدي اقول ان وفي ورا ان لا لتر بي مثل لامب بكتب ام، واذا في لا لتر بي مثل كلمه واثنين وثلاثه رح نتعلمهم بهيدي الحلقه. هلا رح اعلمكم وحده منهم. اون شامبر، بتعرفوا شو يعني شامبر؟ يعني غرفه. اون une chambre chambre. انتوا عم تكتبوا الكلمه وقفوا قولوا يي في بي، ونحن بنعرف انه بي وبي هن الحرفين، بس يلي قبلهم اذا كتبت ان لازم اكتب ام ومش ان. شامبر يعني غرفه. une lampe une chambre ما بيتغير شيء باللفظ ابدا. ان 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 كانت ان أو إن كانت أم ما بيتغير اللفظ، بس بالكتيبة en écrivant à l'écrit يعني بالكتيبة بشوف أم. إذا اللي تعلمتوه هو شيء كتير مهم، وأنا مبسوطة منكم لأنكم كتبتون وركزتوا وحفظتوا معي. هلأ رح نتوقف لنسمع أغنية لأنه ركزتوا بتستحقوا أكيد تسمعوها. les moyens de transport، تذكروا معي transport أن أو أم. ترانس في اس، الاس نحط لها شيء ام قبلها؟ اكيد لا. ترانسبور رح ذكركم تنكتب بهالطريقه. ترانسبور لانه ما عندي بي او بي وراها. ترانسبور ان. دونك اون فا ايكوتي لي مويان دو ترانسبور اي اون رتورنورا. Pour se déplacer, on peut aller à pied. On peut aussi prendre une bicyclette. La moto est plus rapide, la voiture plus confortable. Le bateau va sur l'eau. Le TGV roule vite, vite, vite. L'avion plane haut dans le ciel comme un oiseau. Si haut, si haut. On est de retour mes amis. بدي اياكم تركزوا كثير منيح على دفتركم هلا، لانه بس تكتبوا الكلمات بتحفظون وبتعدون وراي لما بخلص الحلقه، لانه اليوم بحلقتنا رح نملي كلمات بتتضمن لو سون ان ام. بذكركم اول كلمه فرجيكم اياها على الاكران هي اون لامب. اون لامب اللمبه اكيد لا لتر ال بتعرفوها. ام ليه كتبنا ام ومش ان؟ لانه عندي لا لتر بي. كلكم بتتذكروا لا لتر بي. بعدين على فان اون لو او، لو او فينال لو او ميي كون لو برونونس با ما بنلفظه. اون لامب. اذا عم بحكي عن اللمبه يلي انا عندي اياها قول ما لامب، واذا انت تا لامب، واذا هو سا لامب. بدي ارجع عيدهم. ما لامب، تا لامب، سا لامب. فيكم تلعبوا هيدي اللعبة بالبيت وتتمرنوا. أي متى نقول ما، تا، سا. منعيدها بعد مرة. ما لامب، تا لامب، سا لامب. تري بيان. لأنه كلمة لامب حفظتوها كتبناها على التابلو وهلأ شفناها كمان على الإكران. رح نتابع مع تاني كلمة. ان بانتالون. بانتالون نكتبها ام او ان؟ ان. ومين بيعرف ليه؟ اكيد لانه ما شفنا من بعدها ولا بي ولا بي، شفنا لا لتر تي، وكل الاحرف الثانيه ما بياثروا ابدا على الان.
نرجع نكتبو A-N. بانتالون. بانتالون هي كلمة دخلتها بهيدي الحلقة على الإكران تذكركن فيها، لأنه نحنا شفنا هيدي الكلمة وشفنا هيدا البانتالون بلو يلي ذكرته قوية. تذكر كتير منيح إنه بانتالون كلمة طويلة شفناها لما تعلمنا لسون لا لتر ال ولا لتر تي، وقلت لكم وقتها انتبهوا كثير على لفظ بانتالون. هي كلمة بتساعدكم كثير على انه تحسنوا لفظكم ان فرونسي لا برونونسياسيون. بانتالون انتبهوا بانتالون، لانه في كثير ناس بسمعهم بيقولوا بانتالون، هيدا الشيء ما انه مزبوط. نحنا الاون شايفينه باخر الكلمه او ان، بس باول الكلمه في عندي ا ان، ونحنا صرنا شاطرين وبنعرف انه ا ان بنسمعها ان. بانتالون بانتالون ان بانتالون بلو مون بانتالون تون بانتالون سون بانتالون. Très bien, je continue. Le troisième mot, je sais fin en bien le rôle de l'oled. En birano. Ou en a choup el koun bikil halla. On va écouter une chanson. Chanson yani ournie. Une chanson. Chanson. Choufou les kilmi de chanson. Fia a m. Ou fia a n. A n. Akid la anno. من بعد الان في عندي لا لتر اس. شانسون اون شانسون اغنيه. رح تابع الكلمه اللي من بعدها فيها ان او فيها ام. ام وليش؟ لانه في عندي لا لتر بي. دايما ضلكم مركزين وتطلعوا بسرعه، بس شوفوا بي وبي قولوا لازم اكتب ام مش ان. اون شامبر. شامبر هيدي الكلمه كتبتها على التابلو. شامبر يعني غرفه. في عندي شامبر اكوشي يعني غرفه النوم. ولا شامبر هي حياه لغرفه، بس اكثر شيء متداول اللي يقولوا دون ما شامبر يعني بغرفتي. فيني ما اقول ما شامبر اكوشي، فيني اقول ما شامبر. اون شامبر. شامبر انتبهوا، إذا عم بحكي عن غرفتي بقول ما شامبر. تا شامبر غرفتك أو غرفتك. سا شامبر غرفته. ما شامبر تا شامبر سا شامبر. بهالطريقة بتتمرنوا إنه تقولون. أما الكلمة اللي بعدها وهي الكلمة الأخيرة رح نشوفها سوا. شو شايفين بالصورة؟ مخيم. حدا منكم رايح على مخيم؟ مننام بالطبيعة، منحط أكيد مثل ما شايفين دي تانت، أون فرونسي بنقول لهم تانت، يعني خيمة، من هيك بنقول لها مخيم. وبهيدي الخيمة مننام ومنولع نار بالليل، شيء كتير بيسلي. أكيد إذا كنتوا صغار بدكم تنطروا لتكبروا شوي لتقدروا تروحوا، لأنه بالطبيعة في مرات حيوانات مفترسة. هيدا أون فرونسي المخيم بنقول له أن كان. أن كان. كان يعني مخيم. كتار منكم قالوا كان، ليش ما لفظت اخر حرف؟ اخر حرف هو لا لتر بي، وانا بعرف انه لا لتر بي من وراها هي ولا لتر بي بكتب ام ما بكتب ان. كان. ورح قلكم ليش كتبنا بي، لانه لو فيرب كامبي يعني فعل كامبي. اذا انا رحت على مخيم كامبي والكامبي يعني جاي من هون انه نحن بنحط لا لتر بي. انتوا اهم شيء تحفظوا انه ان كان يعني مخيم، وكان بتنتهي ب بي ما بلفظها، بس لازم احفظها، لازم احفظها كرمال اتذكر انه بكتب ا ام. ان كان. بهالطريقه خلصوا كلماتنا على الاكران، رح ارجع اقراهم بعد مره. اون لامب. لامب يعني اللمبه. ا ام. انا رح اقول الكلمه واللي وراي ا ان أو آم. Une lampe. آم. Un pantalon. آم. Très bien. Une chanson. أغنية. آم. Faisons-nous. Une chambre.
A, M. Très bien. Finalement, un camp. A, M. لاحظتوا تكتبون؟ Très bien, كثير شاطرين. رح نتوقف مع فقرة صغيرة ورح نتابع حضرتكم اكزرسيس كثير حلو. Un pantalon. Une chanson. Une chambre. Une rampe. Une ampoule. Un camp. Je suis de retour, mes amis. Je vous ai préparé un exercice au tableau. رح نقرا الكونسيغن. رح نقرا السؤال. Complète par en ou en. Complète يعني املأ الفراغ. En a n. En a n ou ou يعني او. En a m. انا بسمع بالحالتين. En en. بس لازم اعرف بحط a n ولا بحط a m. أنا تنقدر نميزهم رح أكتب كل مرة A N avec le jaune لون الأصفر و A M avec le vert لون الأخضر. مستعدين؟ رح نبلش. وقبل ما نبدأ بدنا نتذكر سوا ليلي ما كتير انتبه، أي متى بكتب A N أي متى بكتب A M؟ بكتب A M بس إذا في من بعده بي أو بي. بي أو بي. هلأ رح نبدأ. أول كلمة أن أنج. أنج. عندي بي أو بي؟ لا. دونك أ أن. بدي أذكركم أصدقائي، أن أنج ملولة ليزون. ليزون يعني بهالطريقة. تتذكروا إنه بس تلفظوا وتقولوا أن أنج مش أن أنج. Un ange يعني ملك. Ange. Un ange. تاني كلمة maman. شو يعني maman؟ يعني أمي. بس بدكم تعيطوا لأمكم بالبيت قولوا لها maman. Maman كلمة بتنتهي بال أن. Donc je choisis AN. Je l'écris en jaune. Très bien. Je passe au troisième mot. Une chambre. برافو، كثير منكم تحمسوا لأن هلا رح نستعمل لا كولور فيرت لون الأخضر. لو فير. شامبر ضروري نكتبها افيك ام لأنه عندي لا لتر بي. ام شامبر. ومين بيتذكر شو يعني شامبر؟ يعني غرفة. ما شامبر، تا شامبر، سا شامبر. رح تابع، جو كونتينيو. ان بان. Un banc. أكيد بكتبو avec A-N. Le son an. A-N. Ban يعني مقعد. Un banc. Un banc. الكلمة التالية هي un camp. أنا كل الوقت عم بسمع an. بس بكتب A-N ولا A-M؟ أكيد A-M. لأنه عندي لا لتر P. تذكروا منيح. P, B. A-M. Camp. Un camp يعني مخيم. جاي من فعل camper. C'est un verbe. فعل camper يعني روح مخيم. Une chanson. Chanson يعني أغنية. Chanson أكيد راح أكتبها avec AN avec la couleur jaune. جون أصفر. مثل ما شميز. Chanson. AN. Chanson. Je n'écris pas M. Parce qu'il n'y a pas de P, il n'y a pas de B. Je continue. Orange. Orange. Il y a l'aune l'orange, يعني le portugali. Ou le portugal. Elle fait qu'il y a orange. Je l'écris avec A, N, en jaune. Orange. Ou le kelmete lié quand même. Blanc. Je vous rappelle qu'il y a orange, يعني portugali. Ou blanc,
يعني أبيض، بلان، ماسكولين. طيب مين بيتذكر إذا بدي أقول بيضاء شو بقولها en français؟ Blanche. Très bien. Blanc, je l'écris avec A-N. A-N, blanc. Parce qu'il n'y a pas de P ni de B. Je continue. Une lampe. Lampe, يعني اللمبة. Lampe, il y a la lettre P. Donc, qu'est-ce que je dois choisir? Le A-M. Bravo. A-M, une lampe. Ma lampe, ta lampe, sa lampe. Très bien, je continue. الكلمة التالية هي كلمة جديدة. قررت أعلمكم إياها هلا ورح ألفظ لكم إياها وقلكم شو معناتها. بس أنا بس بدي منكم تقولوا لي إذا نكتبها avec AN ولا AM. Une rampe. Rampe هي الدرابزين، نحن ونزلين على الدرج متهدفين. فيها تكون كمان المنحدر يلي بنلعب فيه باتان. الباتان هن اللي بنحطهم بإجرينا ونتزحلق عليها. منحدر صغير. إلا معنيين. Une rampe. بدي منكم تقولوا لي بنكتبها avec AN ولا AM. شوفوا شو في من بعده. B برافو يعني A M. Très bien avec le vert. A M rampe parce qu'il y a la lettre P. رح تابع. الكلمة الأخيرة كمان جديدة عليكم وكثير بتسمعوها من الكبار. بيقولوا une banque. Une banque. Banque en français نسمع فيها أن. بس أقولكم نكتبها AN ولا AM. أكيد AN لأنه في عندي Q. C'est une lettre que vous n'avez pas apprise. يعني أنتم ما تعلمتوا هيدي اللتر. بس هي منا P. وهي منا B. إذن بكتوب AN. Une banque. Bank بالإنجلش. بدي ألفت لكم نظركم en français إنه تفتحوا تمكن كتير منيح. يعني une banque. بقولوا له بالعربي البنك هو مكان بيحطوا فيه الأموال الكبار. أكيد ما رح كتير رح تعرفوا شو معناته. بس لس تسمعوا حدا كبير عم بيقول رايح على البنك تعرفوا إنه بنك نلفظه بنك مش بنك. منا نفتح تمنا نقول بنك. وتعرفوا كمان تتذكروا شكلها للكلمة وتتذكروا إنه بنكتبها avec AN مش AM. وبالأخير ولأنه في كلمات جديد رح نرجع نعيدهم كلهم سوا. شو رأيكم؟ On va entourer en jaune. كلمة نسمع en AN et en vert. كلمة نسمع AM. تنفصلهم منيح. Un ange. AN. J'entoure en jaune. Maman. Ummi. AN. En jaune. Une chambre. AM en vert. Un banc. AN مقعد en jaune. Un camp. مخيم en vert. AM. Une chanson. أغنية. AN en jaune. Orange. برتقالي. AN en jaune. Blanc, أبيض, AN en jaune. Une lampe, يعني لمبة, تنكتب AM لأنه في P. Donc j'entoure en vert. الكلمة اللي ما قبل الأخيرة وهي جديدة درابزين أو المنحدر الصغير une rampe AM لأنه عندي P. انتبهوا avec la couleur verte. وآخر كلمة علمتكم إياها وجديدة هي une banque. البنك AN لأنه عندي كو. انتبهوا تفتحوا تمكن منيح بانك. أنا أصدقائي استعملت الألوان بس أنتوا على دفتركم فيكم تقسموا الورقة بالنص تحطوا من جهة الكلمات يلي بسمع فيها أن AN وجهة تانية AM وركزوا كتير منيح حطوا من فوق اكتبوا P و B تحفظوا إنه بس يكون عندي هول الحرفين بكتب قبلهم AM ومش AN. استصعبتهم؟ ب
برافو، انتو كتير شاطرين. انا اكيد رح تعدون كتير منيح وتنطروني بالحلقة اللي جاية، واكيد تواصلوا معنا، خبرونا، اعطونا ارائكم، قولونا اذا مبسوطين على facebook.com/madrasati67kids. Au revoir. Pour se déplacer, on peut aller à pied. On peut aussi prendre une bicyclette. La moto est plus rapide, la voiture plus confortable. Le bateau va sur l'eau. Le TGV roule vite, vite, vite. L'avion plane haut dans le ciel comme un oiseau. Si haut, si haut.